بما انك بقى اهل الذكر وجيم والقصص دي، بيعملوا برنامج التدريب الفايده بتاعك. ايه عامل برنامج التدريب بتاعك كمان. طيب الاستفاده للست في جسمها كرياضه، في مناعتها من ركوب العجل، ايه للستات بقى؟ تكلمي الستات الموجوده معانا اتفرج علينا. لا طبعا هي حاجات كتير جدا. اول حاجه طبعا بتزود لياقه جدا، بتحسن جدا جهاز الكارديو، غير ان هو بيشد الجسم جدا، وكمان صديقه للبيئه. يعني هي الدراجه صديقه للبيئه، هي في الفتره الحاليه هي امن وسيله مواصلات، وبتدي ثقه طبعا جدا للبنت، بتخليها ما تكونش متخوفه من اي حاجه. يعني ممكن اللي تسوق عجله تستعد بيها عن كل التمارين التانيه؟ هي حاجه طبعا اساسيه، هي يعتبر رياضه كارديو، وهي بتحسن جدا مستوى اللياقه في الجسم، ومعدل الحرق ومعدل الدهون. الحرق طبعا بيزيد، بتشد الجسم جدا، بتحسن يعني عضله لكن القلب. لكن ما بتاثرش على التكوين العضلي للسيده، يعني مثلا ما تبقاش مليانه عضلات بشكل شيب. لا الشيب بتاع الجسم بتخليه مظبوط جدا. فهي العجله من افضل التمارين الهوائيه يعني ممكن الواحد يمارسها يعني. طب شيماء، كنت شايفه اقبال من البنات على المبادره بتاعتكم الفتره اللي فاتت؟ في البدايه طبعا كانت اسئله كتير جدا بتجيلي، انا ما بعرفش، انا خايفه، انا خايفه الناس تبص عليا، انا يعني اسئله كتير طبعا. انا بكون في ناس بتقول لي انت عندك طاقه ان انت تردي على كل الاسئله دي، انا كان بالنسبه لي ده سعاده غير عاديه. لا بحاولت اقنع ناس، واثرت فعلا على ناس جدا انهم يشتروا عجل ويغيروا فكرتهم عن فكره ان هم ينزلوا بالعجل. لا ناس كتيره الموضوع اختلف معاها جدا، وبدات تنفذ الفكره، واوريدي دلوقتي الناس بقت انتقلت من مرحله المبتدئه لحد محترف يعني، وبدا يمارس رياضه العجل بمسافات وكده. فالموضوع فعلا اثر في مجتمع يعني ناس كتير جدا معايا. انا بدات المبادره من 2018 تقريبا، بقالي كده سنتين تقريبا، علمت 1500 بنت وسيده. ما شاء الله، الله برافو عليك. ما شاء الله، ده رقم كبير. الله اكبر. في جزء كبير منهم بداوا يشتروا عجل وبداوا يمارسوا بيه حياتهم الطبيعيه، يروحوا بيهم شغلهم كده يعني.